قناة ميس الخالدي. واحلى تسجيل دخول للشيخ تركي. لا 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 تنفر لي. ما شاء الله يا تركي. يتقدم تركي. تركي اختفى. ما شاء الله يا تركي. شد يا سلفرادو تكفى. شيك تكفى يا سلفرادو. يلا معليش. شوي بشوي بشوي. هذا احلى واحد. يا لب قلبك يا فوز. والله انت الرايق المضبوط. ما شاء الله يا تركي ما شاء الله. ايوه والله انك بطل. تكفى كمل خلاص. جزا الله خير. ها يبين اوفر. عفوا يا ابو قحط. والله انا كذيب. قدم الوحش ابو ريم. ايوه اهلا وسهلا ابو ريم يا مرحبا. اهلا وسهلا يا ما شاء الله. حياك الله يا ابو ريم. احسنت يا ابو ريم ما شاء الله. وجاكر من نفوذ. اعطاه فقع والله. اتقدم تركي ويجي السيارة يقص. ايش الطلعة النايمة هذه يا عيال. القحطاني اختفى. القحطاني ظهر. القحطاني نوفر الثاني. ما شاء الله تبارك الله. هاي تسجيل الدخول. كفو يا جمس. ما شاء الله. احسنت يا ابو قحط. هذا محمود. يا رب يا شيخ يجيك ابو ريان يشقك شك. كفو يا بريم. يلا دخلنا. اهم شيء انك مستمر. اهم شيء انك مستمر.
اهم شيء انك مستمر. والله انك كفو يا شيخ. معليش ما في مانع اهتزاز عشان نكون قريبين من الحدث. يا ابو قحر ارحم يا الدين. ما شاء الله الله يبارك لك ما شاء الله. يا جماعه ايش اقول وايش اخلي، ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لك ما شاء الله تبارك الله. قدم الوحش قرب النفوذ. هيا النافورة يا قرب النفوذ، كفو. ما شاء الله أنتم ما شاء الله تبارك الله يا بريم. ويتقدم محمود بالجنوط الجديدة. طبعا محمود يبغى ينوفرني. أبو يوسف القحطاني. أبو يوسف القحطاني. يا الله. شو يبغى ينوفر وقال لك. صادوا صادوا والله صادوا والله صادوا. والله صادق يا ابو قحط. هذه الثانية، هذه الثانية. ايش صار ما شفنا يا شباب؟ نفس الحركة حقت فهد مع القحطاني محمود سواها. والله محمود صاد مرة يا عيال، لا وصيكم عاد فيه. محمود يا وصف انا ما علقت عشان تدفني. تركي اتقدم لك سرعة 30. ما شاء الله تبارك الله. يلا يا شباب اخر طلعتين عشان ندخل جوا. يلا يا ابو نور انطلق يا ابو نور. بتحرك الرانجلر ومعاه على اليسار ابو ريم. ما شاء الله يا ابو ريم ما شاء الله يا ابو ريم. فين وصلت صوت عندك؟ والله يا ابو ريم معليش ما جبتك. ما شاء الله يا ابو ريم. اللهم صل على النبي يا ابو ريم. ما شاء الله سواق صلاة على النبي سواق. سوى تسجيل دخول أليم. كفو يا ابو ريم. شباب هنا جاي يساعدوا الاخونا راعي السلفرادو غرز. اتوقع السلفرادو عنده مشكله في الدبل وشيء لانه هو زد 71 فجاي يساعدوه. الله يعطيهم العافيه. ماجد موقف في الظل هناك مع تركي. يابا هناك جاك 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 معتز من الله من الله. معتز وين راح؟
طيب برا برا اوكي يا عيال جاء تصوير شوفها والله اتمحرجوا الاثنين هذول اكثر اثنين اتمحرجوا ببعض شوف شوف صادوا 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 لا والله ما جات يا بريم ما جات طيب يلا الحين اجيك يلا انطلق تعطاني ما يخلي فرصه وين محمود الله يعطيه العافيه يحاول انه يساعد اخ بعض الناس المعلقين ادعس معاه قول له ادعس يا محمود ترى اول ما دعس معاك اصبر يا عيال محمود طاح يا عيال يا عيال محمود طاح سريع محمود طاح يا عيال ابو 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 ريان لا يفوتك الصيده يا ابو ريان بس تطيح الوجه الله هذه ما تعال تعال لا والله طيح الوجه الله هذه ما عاد ابغى اطيحها جاك 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 الوحش جاك بريان ارحب بعد يا ابو عبد الله قحطاني مو كذا الرجال يساعد خلوه يساعد جوا جوا الطلسه جوا مو هنا معتز الهوى ضدك مشكلة محمود ان انا معك اصلا في الاصل واو يا تركي والله رحت عشب ليس يا محمود بيدعس ترى بيدعس حي الربع ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله حيا الله ابو ريم ايش بالعكس الناس عندنا هي لازم تستغل اي فرصه Go for it.